مش كتير سنين. خلاص خلاص خلاص. أهلا يا سكر، الله يسعد لي جميع أوقاتكم يا رب. كيفكن؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف صحة وخير وعافية، وأهم شيء الصحة. أنا الحمد لله تمام بألف خير من رب العالمين الحمد لله، بس صحتي أبدا مو تمام. طبعا السبب يعني مبين من العنوان، من الفيديو، من العاصفة الثلجية اللي إجت علينا. ما رحمت حالي أبدا وطلعت بالبرد والثلج وهيك، وسبحان الله يعني تعبت كتير ومرضت. إن شاء الله يا ربي هيك يكون صوتي تمام وما يبين عليه التعب والمرض. حبيت هيك أطلع عليكم وما طول الغيبة. رح بلش معكم فلق اليوم من الصبح ولآخر دقيقة قبل ما نام، فتابعوني هيك وشوفوا أكيد شي فكرة من هون ولا من هون رح تستفادوا منها. أول شي هون عم حضره هو مشروبي الشتوي اللي بهالبرد لا غنى عنه، كتير منيح ومفيد. أول شي حطيته هو ليمون، عصرت عصرة ليمون، حطيت زنجبيل، طبعا كنت غالية كمان زنجبيل بس حطيت شرحة بقلب الكاسة لحتى أخد مفعول أكتر من كونها طازة يعني. وآخر شي حطيت معلقة عسل والزنجبيل المغلي. هلا رح أصبه على الليمون والعسل وبعدين رح أحركهم مع بعض، طبعا يكونوا دافين. وهيك ببدأ صباحي بمشروب شتوي يعمل لي ديتوكس لكل جسمي. حتى صبايا إذا كنتوا مرضانين تعبانين يعني في رشح أو زكام أو دور برد، إذا كنتوا مرضانين هيك مرض خفيف يعني أو التهاب بالجسم، فهاد المشروب كتير روعة. أكيد يعني إذا ما بتحبوا الليمون معه لا تحطوا ليمون، اكتفوا بس بالزنجبيل والعسل، بس أنا بحس الليمون هيك بيهدي النفس شوي، خصوصا أنا لما أمرض بتلعي نفسي فبحس انه بيهدي النفس شوي وكتير لذيذ. جربوا، انا تعودت عليه وصار خلص من اساسيات حياتي سواء كنت مريضة او لا. يعني هون وقت اللي كنت عم حضره ما كنت مريضة ولا كان فيني اي شيء، بس شربته الصباح وكملت يومي. غالبا بهاي الفترة من الصبح يعني بعد الساعة 8 من 8 للعشرة بكون صحيانة لحالي وبكون عم حضر فيديوهات لليوتيوب، عم منتج أو عم بعمل شي فكرة يعني براسي وبشتغل عليها. واللي صاير فيني إنه عم بسهر كمان فترات طويلة بعد ما يناموا الكل، بعد الوحدة أو بعد الاثناش. فشو صاير فيني؟ جسمي هاي الفترة كتير تعبان يعني فورا عم بمرض، مناعتي خفت. فوالله ديروا بالكم، السهر هو العدو الأول للجسم. أما هلأ فامشوا معي أنا وعيلتي عالتلج. حلاوة التلج انه بيرجعنا لذكريات قديمة لما كنا صغار واطفال. انا بذكرني عن جد كتير بطفولتي التلج، لما كنت انزل والعب انا وبابا واخواتي والجيران وكل الناس اللي بنعرفهم حوالينا، كنا كتير نلعب بالتلج. وقد ما اكون بردانة ومجمدة ايدي من البرد ما كنت فوت على البيت، كنت ضل عم بلعب. بحس عن جد زمان او بالطفولة الواحد بيتحمل اكتر يعني، عن جد كنا نلعب رغم كل شيء، برد، شوب، مطر، أي ظروف كنا نلعب وكنا نحب اللعب. وهذا الشيء بخليني دايما أفكر بحالي هلأ أنه أنتي كمان هلأ لازم يا بيان ما في شيء أنه يتعبك يعني. هي روح الطفولة القديمة اللي فيني بحب تضل فيني، وأصلا هي ما فيها تروح مني. بحس أنه لازم دايما أنا أتعب وأجتهد لحتى أوصل للشيء اللي بدي إياه، وهذا من الأسباب اللي بتخليني حاليا أني أسهر
وفيق بكير، اسهر وفيق بكير لأنه حاطة ببالي شيء معين وإن شاء الله بيوم من الأيام أوصل له. هون نزلنا ولعبنا وكتير لعبنا، حتى بنينا ذكريات كتير حلوة. شلون أنا هلأ بتذكر ذكرياتي لما كنت أنا صغيرة، بحس أنه بنات عند ولادي، وحتى أنا وجوزي يعني وأخوي بنينا هيك ذكريات كتير حلوة مع بعض بهذا اليوم، عمري ما رح أنساها. هيك بتحسوا في أيام خلص بتعلق بالذاكرة، وهاد فعلا من الأيام اللي علقت بذاكرتي أنا وياهم. الحديقة كانت مليانة ناس كلهم عم يلعب ومبسوطين، وما بتعرفي من وين طابة التلج بتجيكي. وولادي كتير انبسطوا مع اني توقعت انه ما رح يعجبهم الوضع، بس خصوصا سيلين يعني استغربت فيها. الاسلام بيحب البحر، بيحب التلج، بيحب المطر، بيحب هاي الشغلات اللي مو كل يوم يعني. اما سيلين فهي مو دغري بتتقبل الشغلة، فلما شفتها حابة التلج كل هالقد، وحتى انه ما رضيت ترجع على البيت يعني بالزر رجعناها على البيت، كتير انبسطت وحكيت لها خلص بكرة كمان ان شاء الله رح ارجع اطلعهم. فوالله كتير انبسطنا عن جد. اخلقوا من كل الظروف اللي حواليكم، من اي شيء، شغلة حلوة لإلكم وتبسطكم. وشوفي أطيب من أكلات العدس بهالبرد. فاليوم عملت لهم حراق بأصبعهم. أول شي سلقت العدس كتير منيح، وأكيد فيكم تحطوا معه حمص، أنا ما كان عندي
حمص مسلوق وبيطول يعني حتى يستوي، فمشيت حالي بس بعدس. بعدين اكيد ملحته للعدس، حطيت له كمون، وبالاخر حطيتهم بجاط كبير ونغنغناه بدبس الرمان. في ناس اساسا بتسلقوا بالتمر الهندي لحتى يطلع هيك حامض اكتر، انا اكتفيت بدبس الرمان، عصرت له شوية ليمون وقليت معه شوية بصل، او مو شوي كتير بصل عشان بحبه كتير، وكترت كمان كمية زيت الزيتون حصرا بزيت الزيتون، طبعا بيطلع اطيب. وبعدين فردت البصل على الوجه كله، واخر شي ضفت كزبرة خضرة. اذا ما عندكم كزبرة عادي بتستغنوا عنها، وفي ناس كتير ما بتحب الكزبرة يعني خلص بدون كزبرة بتعملها كمان عادي، نحن لا بنحبها كتير، وانا بحسها بتجيب نكهة الاكلة. وفي شغلة كتير مهمة بدي احكي لكم اياها، انه انا كنت حاطت له توم كمان اخر شي بعد ما طفيت تحت العدس لما استوى، حطيت التوم، حطيت الملح، حطيت الكمون، وبعدين فردته بالجاط. واخر اخر اخر شي بعد ما حطينا البصل، دبس الرمان، الكزبرة، حطيت خبز مقلي. انا بقلي الخبز صراحة بالفرن يعني اخف ضرر، بحط له شوية زيت وبفوته على الفرن، وهيك صارت جاهزة. صار لي فترة صبايا هيك من أول الشتوية تقريبا كل يوم بجدد هوا البيت قبل ما ننام، وبعدين برجع بدفي بسكر الشبابيك يعني، وبعدها بشغل هالمبخرة. عن جد مثل السحر يعني، حسيت حالي كتير فرق التنفس عليها بالليل. يعني الناس اللي عندها ضيق تنفس بالليل، عندها ربو أو هيك يعني احتقان بالأنف وصعوبة بالتنفس، بنصحها تجيب منها لأنه كتير حتلاقي فرق. شي جديد الحمد لله. هلا صار لازم إنه وبهيك بكون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. كنت معكم أنا بيان، ما تنسوني من دعوة حلوة وإلكم المثل يا رب. مع السلامة.